Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin pencinta Al-Qur'an yang mulia. Qari'ah nomor peserta Teki 0407 akan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid. Dimulai dari ayat 20. Dimulai dari ayat 20 dengan membawakan qiraat Imam Nafi' dengan riwayat Qalun dan Waras. Kepada qari'ah nomor peserta Teki 0407 disilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار بناته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا
صدق الله.